الحياة قبل الحرب كنا نأمن نطلع، ما كنا نقول إنه هلا دي يصيبنا شيء وشوي دي يصيبنا شيء. كانت يعني كتير حلوة. رفقاتي ماتوا لما انضربت، رفيقتي فاطمة وزهراء وسيدرة وولاء. فقدت أجري، مدرستي بعيدة وبتعب بالمشي كتير، بتعذب بس ما نروح نساوي. بحب المدرسة يعني واحد ما بحب الدراسة. أنا وأصدقائي بندرس، هاي تسمع لي وأنا بسمع لها هيك مثله، وبنلعب معوقات الدراسية إنه ما في ضوء، بفيم الصبح إنه مشان أدرس إنه هيك بفي عبكير مشان أحفظ، بس ما إنه ما في ما إنه ما بفهم. وقيت إنه بصعب علي شيء، إنه بتمنى حدا يكون إنه جنبي ويشرح لي. اسمها ممتلكات إجري. بحب ألعب كاراتيه، جمباز، أنا كنت لعب جمباز. بتمنى أني أكون بالمستقبل مدربة جمباز، لأني أنا كنت قبل لعب الجمباز. وهلا عندي أمني بدي أحقق إنه حلمي. بحب كرة القدم كتير، وقت عم بلعب طابة إنه ما بحس إنه بشي، إنه ولا فائدة شي أبدا. بتمنى مستقبل سوريا إنه يرجع مثل قبل، يعني ما يتم محروب، نأمن إنه نطلع ما إنه نرجع على البيت بالسلامة، ما إنه نطلع ما نرجع على البيت، نعيش مثل قبل.